دعينا نتفق على قضية. نعم. ليس هناك قوات عشائرية، هناك قوات سوريا الديمقراطية وهناك خارجين عن القانون، هؤلاء من العشائر العربية، وهذه مفارقة يجب أن يعلمها الجميع. لا يوجد مقاتل واحد في منطقة ريف دير الزور إلا وهو ينتمي إلى العشائر العربية، إن كان من قوات سوريا الديمقراطية وإن كان من الخارجين عن القانون الذين يريدون أن يفرضوا قوانينهم الخاصة بالقوة. أتت قوة قسد من تجمع أبنائها ومن تكتلهم ومن قيادتهم المركزي وسلطتهم الهرمي التي تحكم الجميع. أراد زراع في مجلس دير الزور العسكري أن يستقل بقراره، وهم من أبناء العشائر وليسوا خارجين عن المنطقة، ولكن هذا الاستقلال يعود إلى أسباب تتعلق في المصالح وتتعلق في الارتباطات العائلية بالطرف الآخر للنهر كما قلنا مع ميليشيات إيران، وبالتالي رأينا هذا الانشقاق كما يقال عن قوى سوريا الديمقراطية، وليس قتالا ما بين العشائر العربية وبين قوى سوريا الديمقراطية. حتى أريد أن أؤكد لك أن قوات مجلس دير الزور العسكري والقوات الآن التي تطهر المنطقة من هؤلاء الخارجين عن القانون هم أصلا من أبناء العشائر. نعم سيد محمود، ذكرت بعض البصمات الإيرانية فيما يجري الآن في دير الزور، نريد شرحا أوفى لطبيعة الدور الإيراني في هذه المنطقة وفي هذه الاشتباكات. الاختراق الإيراني له وجهتان أساسيتان، الوجهة الأولى وهي وجهة اجتماعية ثقافية لنقل دينية، محاولة فرض التشيع أو شراء الزمم عن طريق إيجاد نقاط ارتكاز في ريف دير الزور الشرقي التي تناغم مع كما قلنا مع ما يحصل في الضفة الأخرى للنهر في الميادين والبكمال، وهناك رأيتم قضية التشيع بشكل كبير جدا، وتريد إيران أن تتمدد عبر تصدير هذا الفكر إلى المنطقة. الأمر الآخر والأساس الآخر للتدخل الإيراني وهو الأخطر، وهو عملية إيصال السلاح. أنتم تعلمون على مدى العام الماضي والعام الحالي تم إصابة عدة نقاط للقوات التحالف الدولي من خلال طيران مسير، والكل يعلم أن قوات سوريا الديمقراطية لا تمتلك طيران مسير، ولا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تستخدم طيران المسير ضد مواقعها، وبالتالي كان هناك موقف ضبابي إلى أن اكتشفنا يوم أمس مخازن سلاح تحتوي على صواريخ محمولة على الكتف مصنع إيراني وعلى طيران مسير، كان مستودع الطيران المسير، هذا لا يبعد كثيرا عن حق كونيكو، وبالتالي علمنا تأكدنا تماما أن مصدر الطيران المسير كان من هذه المنطقة، وهذا المستودع هو أحد مقرات أبو خولة أو أحمد الخبيل. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.